حوالي 200 شركه، انا كل اللي جالي برضه دلوقتي 126 زادوا الاسبوع ده شركه وحوالي 127 شركه، يعني انا لسه محتاج و70 شركه او 63 شركه، 70 شركه 80 شركه، اللي هيجي هيشتغل مش هيرجع ان شاء الله في اعمال الانشاءات وفي اعمال الطرق ان شاء الله. ما شاء الله، يعني بنكرر الدعوه لجميع المستثمرين والمقاولين المصريين الشرفاء انهم يتوجهوا للعمل فورا. ان شاء الله يا فندم باذن الله. واعمال الطرق يا فندم بنطمن مستمعين عليها الطرق. الطريق الرئيسي اللي هو الطريق العرض رقم 1 او اللي هو الطريق اللي واصل ما بين كوبري السلام من القنطره حتى منطقه ترابيوم، وان شاء الله ده اللي مخطط ان احنا نمده في اتجاه الشمال حتى منى شرق بورسعيد. والوصلات العربيه اللي بتربطهم مع المعديات الرئيسيه اللي يستخدم اهالينا اللي تكميل في شرق القناه او اللي بيزرعوا او اللي في المناطق الصناعيه الجديده في شرق القناه في منطقه ترابيوم والمعديه نمره 6 شرق الصناعيه وفي منطقه الفردان، دول ان شاء الله برضه قبل الافتتاح باذن الله هيكونوا خلصانين بالكامل بحيث يخدموا تحركات بقى اهالينا شرق القناه ان شاء الله. وفي الاخر يا فندم بنقول لحضرتكم ان كل عام احنا بنبني حضاره وعالم جديد.